عن لاعب هو مش لاعب محترف، هو لاعب محلي ولكن بامكانيات اي لاعب محترف. امام عاشور اللي ظهر بشكل رائع مع النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت دي، لاعب خط نص يعني لا غنى عنه في الملعب، بيهاجم بيدافع بيعمل كل حاجه بصراحه. وجوده بالنسبه لمارسيل كول الفترات اللي فاتت دي كان مفتاح. لاعب عايزين نتكلم عنه وعن امكانيه اشراكه بكره في اللقاء. شايف كمان بعد غيابه عن اللقاء الاخير مع منتخب الجزائر بسبب طبعا الاصابه اللي اتعرض ليها بكادمه كانت كبيره جدا في مباراه الاهلي اللي سبقت لقاء الجزائر، شايف مشاركته هتكون بنسبه قد ايه وقد ايه ممكن يعتمد عليه بكره فيتور؟ انا وجهه نظري ان امام عاشور هيكون له دور كبير بكره. هو دي اللي هنختلف فيها، دي هنتركها له في الاخر، لكن بقيه الفرقه معروفه. يعني هو هياخد واحد من ثلاثه، يا امام عاشور يا زيزو يا حمدي فتحي. اختيارات صعبه قوي. حسب انت عايز ايه. يعني انا مباراه اداء النني المباراه الاخيره لابد من وجوده. صحيح. مركز صاحب السلم بيبص بيشغال كويس مع الفرقه كلها. عايز يقفل نص الملعب بواحد كمان بحيث اللي هو يدي الحته الهجوميه اللي هو بيعملها. حضرتك من وجهه نظرك ان هو يلعب باثنين بس في وسط الملعب؟ لا، بيلعب بثلاثه بس. هو عنده واحد من الثلاثه دول بيقدر يعملوا الواجب الدفاعي والهجومي. زي حمدي فتحي، زي امام عاشور، زي زيزو، تمام؟ فلكن حته مع محمد النني، مع محمد النني. طيب. او انا بقول لحضرتك ايه، ممكن هو يفكر اللي هو مثلا طارق حامد والنني الاثنين قافلين نص الملعب، حزام خوف نص الملعب، ويلعب بقى في الثالث اللي هو ايه عنده الحته الهجوميه بقى مع محمد صلاح، مع تريزيجيه، مع مصطفى محمد. تمام، يعني 6-2 و8. ايوه 6. طيب 6-2 و8. تمام. طيب قول لي يعني ايه اللي بيميز زيزو عن امام عاشور عن حمدي فتحي من وجهه نظر حضرتك؟ بص حضرتك بقى فنيا بقى. فنيا. الحته الهجوميه. اولا زيزو يعني انا في وجود محمد صلاح مأثر على اداء زيزو بطريقه، بما ان زيزو احسن لعيب في الدوري المصري. صحيح. تمام. لكن محمد صلاح في المكان ده مش مد الحريه والانطلاقه لزيزو، فبيظهرش بالمظهر طبعًا المؤثر. طب نيجي نتكلم امام عاشور وحمدي فتحي. امام عاشور عنده الحته الهجوميه مميزه، بيقدر يوصل للجون، بيقدر بيخترق نص الملعب، عنده رؤيه كويسه قوي. نفس الكلام عند حمدي فتحي. صحيح، عند حمدي فتحي. ايهما يمكن ده كمان ظهر اكتر في الفتره الاخيره قبل ما يسيب الدوري المصري مع النادي الاهلي، يمكن كان دوره الهجومي ودوره الدفاعي على اكمل وجه. كان دوره قوي. ووارد يبقى عنده حته طمع شويه يلعب بحمدي فتحي وبالنني وامام عاشور. وارد جدا في 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 في, في الكوره يعني. لكن هو اعتقد اللي هو هي يعني مش عايز يجازف في الاول ويشوف الامور ماشيه ازاي وبعد كده. لان بص يا شمال، مشكله كان دايما الله يرحمه كابتن جوهر يقول لي ايه، كان مثلا ماتشات مثلا مع فرق يعني مش تصنيف اول، يعني يقول لي كل خوفي من الفرق العشوائيه. صحيح. الفرق العشوائيه بتعمل مشكله لينا احنا. الفرقه الكويسه هي لازم تفرض رتمها على المباراه. مهما هم علوا الكوره، بتاخد الكوره تحطها على الارض وتبتدي يشتغل، انت تفرض رتمك مش هو اللي يفرض رتمه عليك. تمام. بتبقى المباريات اللي هي مع الدول دي بتبقى صعبه شويه. فلو احنا طبعا عندنا من الخبرات وعندنا من اللعيبه اللي هي تقدر تؤدي المهمه تماما يعني.